وليد الرجراجي يستدعي نجم ريال مدريد لأول مرة للمنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار. موهبة ريال مدريد وأفضل لاعبي ريال مدريد للشباب حسب الصحف الأسبانية، الموهبة التي تتحدث عنها جميع الصحف الأسبانية أنه سيكون مستقبل ريال مدريد الفريق الأول. رسميا وليد الرجراجي يستدعيه في القائمة الأولية التي تم إرسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف المشاركة في أمم إفريقيا بالكوت ديفوار. تحياتي لكم عشاق ومحب النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أرجوك ادعمني وشرفني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. وليد الرجراجي استدعى يوسف لخديم ظهير أيسر وأفضل لاعبي ريال مدريد فريق الشباب. يوسف لخديم موهبة كبيرة جدا، واسمعوا مني، وليد الرجراج استدعاه ضمن اللائحة الأولية المكونة من 55 لاعب، وإن شاء الله يكون ضمن اللائحة النهائية المكونة من 27 لاعب المشاركة في الكان. يوسف لخديم لتعرفوا كم المغرب كسبت موهبة عظيمة. لخديم يقولون عليه في الصحافة الأسبانية خليفة مارسيلو نظرا لقدراته وإمكانياته الكبيرة. يوسف لخديم نال إعجاب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والآن في الوقت الحالي يتدرب مع فريق ريال مدريد الفريق الأول نظرا لقدراته وإمكانياته الكبيرة رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 18 عاما. وليد الرجراجي بعد إصابة نصير مزراوي، حتى في وجود نصير مزراوي أعتقد أن وليد الرجراجي كان سيستدعي الموهبة يوسف لخديم. كل التوفيق يا يوسف لخديم، وكل التوفيق للجامعة الملكية المغربية برئاسة الرجل القوي الشجاع فوز لقجع في استقطاب العديد والعديد والعديد من المواهب المزدوج الجنسية من أجل ضمان مستقبل مليء بالإنجازات والبطولات وكل شيء جميل للمنتخب المغربي العظيم.